ممتعة ورائعة. فلنبدأ بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث 7 ملايين شخص يعيشون في هذه المنطقة. لدينا 8 ملاعب ولديها 54 مواقع مختلفة، وكذلك سعة استيعابية ل 127,000 متفرج. ولذلك سوف نقدم هذه التفاصيل لهذه الملاعب. فلنبدأ بملك سلمان ستاديوم. لدينا ستاديوم الأمير محمد بن سلمان الفريد من نوعه، ولدينا مربع ستاديوم يعتبر تحفة معمارية مذهلة. لدينا روشن ستاديوم وبرنس الأمير فيصل بن فهد ستاديوم وجامعة الملك سعود. اسمحوا لنا لنبدأ إلى المدينة الثانية التي ستستضيف كأس العالم، جدة، حيث يبلغ عدد سكانها 3 مليون نسمة، وسوف يكون هنالك 40,000 مقعد للمشاهدين المتفرجين. سوف يكون هنالك ملعب القدية وملعب جدة المركزي والذي يعتبر تحفة معمارية أيضا. ولدينا ملعب الملك عبد الله المدينة الاقتصادية. وفي الخبر والذي تضمن القطيف والظهران والدمام ويوجد فيها 2 مليون نسمة. إن الملعب ملعب أرامكو سيكون هو منزل الكرة كرة القدم لهذه المنطقة. وفي الختام في أبها، حيث الجبال الجميلة ويبلغ عدد سكانها 1 مليون الملك جامعة الملك خالد، ملعب جامعة الملك خالد سوف تقام فيه مباريات الفيفا. وكذلك سوف نقدم إرث هذه المدينة. وفي الختام سوف نتحدث عن المدينة الرائعة، مدينة نيوم، حيث يوجد فيها 3,000 نسمة. ولدينا 24,000 مساحة للمشجعين. إن هذا الملعب الرائع الذي لم يسبق له مثيل ولم يسبق مشاهدة شيء مثله من قبل، سوف يتحمس المشجعون والحضور لزيارته. اسمحوا لنا الآن لنأخذ رحلة للمستقبل، لنتخيل المستقبل.